سأستشهد برسالة علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر عندما ولاه على مصر من 1400 سنة. هذه الرسالة عمرها 1400 سنة. ذكر علي بن أبي طالب برسالته بحرفيته وبوضوح استقلال القضاء، صفات القضاة، كيفية انتخاب الموظفين، سيادة القانون وسلطان الرأي العام، الرقابة الجماهيرية على الحاكم، وذكر الحصانة النفسية للحاكم. من 1400 سنة كان عنده القدرة على رسم نظام ديمقراطي فعلي يحكم، ونحن بعد 1400 سنة مش قادرين نعمل قانون شفاف واضح جدي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدنا نكون صريحين وواضحين، لأنه بدون ما نكون صريحين وواضحين ما بيمشي الحال. وكل اللي تفضل فيه أستاذ إدمون، وكل اللي تفضل فيه كافة المختصين والاختصاصيين الاقتصاديين والماليين وكل الخطط، إذا ما وضعت مدماك أساسي لتضبط وتكافح الفساد كله سيسقط. إن المدماك الأساسي لقيام الدولة هو مكافحة الفساد. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجب أن يكون لها صلاحيات واسعة شاملة شبه مطلقة. يجب أن يكون لها الحق في الاستدعاء، في التحقيق، في المساءلة، في المحاسبة، في الاتهام، في إصدار الحكم. ويجب أن يكون عندها وحدة خاصة بمراقبة تنفيذ الحكم. يعني اليوم إذا فات ملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أصلا مش لازم يظهر منه الملف، لازم يضل جوا ليطلع ليخلص. وحكمت الهيئة أنه في $1,000,000 هذا المال عام لازم يرجع للخزينة اللبنانية. من سيؤكد تنفيذ الحكم وملاحقة تنفيذ الحكم؟ الوحدة الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. رجوعا إلى رسالة اللي أرسلها من 1400 سنة علي بن أبي طالب لمالك الأشتر، وبيذكر فيها كيفية انتخاب الموظفين. في مادة القانون اللبناني تقول: يعتبر بمفهوم هذا القانون موظفا كل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين ببدل أو بغير بدل. هذه المادة بحد ذاتها لازم تصير قانون ويصيروا الجميع سواسية أمام القضاء، كون موظفين منتخبين أو معينين تسقط كافة الحصانات. ما هي الحلول؟ العشرة الذي وضعها المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد: إنشاء قانون هيئة وطنية لمكافحة الفساد مع صلاحيات واسعة شاملة شبه مطلقة، مراسلة المنظمات الدولية ذات الخبرة في مكافحة الجرائم المالية. اليوم بما خص استرداد الأموال المنهوبة والجرائم المالية، هناك فقط طرفين في الجمهورية اللبنانية استعملوا مصطلحات قانونية واضحة وتقنيات واضحة. هم جمعية المدراء المؤهلون لمكافحة الفساد ونادي القضاة. نادي القضاة بأول رسالة أرسلوها جدية ذكروا الإيجمونت جروب، وهون أنا صرت عم بحكي كوني عضو جمعية الامتثال الدولية. وجهوا ذكروا مصطلح الإيجمونت جروب، ومن بعدها صرنا نشوف على التلفزيونات المحللين والاقتصاديين عم يذكروا كلمة إيجمونت جروب. إيجمونت جروب هي منظمة دولية ترسم السياسات وتحدد المقاييس والمعايير لمحاربة ومكافحة الجرائم المالية وكيفية إدارة تداعيات الجرائم المالية وتسهيل ضبطها. وهي الاتحاد تبع هيئة التحقيق الخاصة بكل العالم، ولبنان عضو فيها.
ولكن هناك منظمات ومؤسسات دولية أخرى. أذكر منها الـ Financial Action Task Force، القوة الضاربة لمحاربة الجرائم المالية. نذكر الـ Wolfsburg، مجموعة 13 مصرف أمريكي وأوروبي وضعوا مقاييس ومعايير لكيفية محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. نذكر الـ ICC، اتحاد غرف التجارة والصناعة العالمية الموجود بلندن، والـ Financial Investigation Units اللي هي هيئة التحقيق الخاصة للاتحاد تبعهم اسمه الـ Hammond Group. السؤال الموجه، هل الدولة اللبنانية أقله ما عم نطلب منها لا تحط آليات ولا لا أقله، وراسلت أحدى المنظمات الدولية تستشير استشارة فقط بكيفية استرجاع الأموال المنهوبة؟ لم تفعل. أنا ما بعرف، بس بقول إنها لم تفعل. أنا أجزم. لذلك برجع بعيد الحلول المقترحة، المبادئ العشرة للمعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، إنشاء الهيئة الوطنية بقوانين واضحة صريحة، ومراسلة المنظمات الدولية. سأختم بما قاله مارتن لوثر كينغ: أنت لست محاسب فقط على ما تقوله، بل أنت محاسب أيضا على ما لم تقله حينما كان يجب أن تقوله.